الكوشنج سيندروم هي سيندروم ناتج عن الكورتيزول اكسس. اوكي سو كوشنج سيندروم تساوي هاي كورتيزول. اوكي الان ارتفاع الكورتيزول ممكن يكون برايمري، ممكن يكون سكندري، ممكن يكون تيرشري. اوكي ممكن هذا الكورتيزول يكون اندوجينس يعني من الجسم، او يكون اكزوجينس يعني ناتج عن الستيرويدز. مثلا حدا باخذ ستيرويدز فور روماتويد ارثرايتس او فور مالتيبل سكليروسز او فور ازما اكسيربيشنز الى اخره. فالكرونيك ستيرويد يوز ممكن يعمل كوشينج سيندروم. فالكوشينج سيندروم از ا ديزيز اوف هاي كورتيزول. اذا كان برايمري معناته المشكله بالادرينال. مشكله الادرينال ممكن تكون ادرينال هايبربليزيا، ممكن تكون ادرينال ادينوما. اوكي السكندري ديزيز راح يكون مشكله في البيتوتري، والبيتوتري ديزيزز راح تكون موستلي بيتوتري ادينوما. واذا كان في عندنا بيتوتري ادينوما بتطلع اي سي تي اتش، هاي بنسميها كوشينجز ديزيز. اوكي وبالتالي كوشينجز ديزيز معناها اي سي تي اتش برودوسينج بيتوتري ادينوما. التيرشري كوشينج سيندروم از توتالي ان لايكلي، فمش راح نحكي عنه. اوكي طيب فاذا الكوشينج سيندروم ناتج عن الهايبر كورتيزوليزم، وهذا الهايبر كورتيزوليزم ممكن يكون ناتج عن اكزوجينس ستيرويدز او اندوجينس كورتيزول. اكزوجينس او ياتروجينيك كوشينج سيندروم ناتج عن البرولونجد ستيرويد ثيرابي، هذا الشيء بيعمل هايبر كورتيزوليزم. اوكي لان ارتفاع الكورتيزول اذا كان برايمري راح يعمل ديكريز اي سي تي اتش. بمعنى احنا عندنا هاي الهايبوثالامس، بعدين في عنا الانتيرير بتويتري، بعدين عنا الكورتيزول أو الأدرينال يعني. أوكي إذا هذا الكورتيزول اللي بيطلع من الأدرينال جلاند المفروض إنه يعمل نيجاتيف فيدباك على الانتيرير بتويتري، ويعمل نيجاتيف فيدباك على الهايبوثالامس. أوكي نقصان الكورتيزول، نقصان الكورتيزول بيؤدي إلى سوري ارتفاع الكورتيزول بيؤدي الى نقصان الاي سي تي اتش، لانه بصير في عندنا لوس اوف نيجاتيف فيدباك. اوكي فارتفاع الكورتيزول بنتج عنه نقصان الاي سي تي اتش. ولذلك اذا كان المشكله هي عباره عن برايمري ديزيز، البرايمري كوشينج سيندروم راح يكون فيها زياده بالكورتيزول ونقصان بالاي سي تي اتش. اوكي بينما السكندري ديزيزز أو secondary Cushing syndrome راح يكون في عنا زيادة بالACTH من البتوتري، لأنه عنا ACTH producing pituitary adenoma وزيادة بالكورتيزول. وبالتالي إذا كان Cushing syndrome عبارة عن primary disease نقدر نسميها ACTH independent. أوكي لأنها غير معتمدة على الACTH. الأدرينال جلاند بحد ذاتها هي اللي بتطلع كورتيزول. بينما إذا كان السبب سكندري هاي بنسميها ACTH dependent Cushing syndrome. اوكي وبالتالي الACTH ممكن تكون primary او secondary. البرايمري ACTH independent والسكندري ACTH dependent. اوكي طيب الان لازم نعرف ان المريض عنده high cortisol level. قبل ما نعرف كيف نشخصه لازم نعرف شو المانيفستيشنز اللي بنشوفها بالهايبر كورتيزوليزم. الهايبر كورتيزوليزم بتعمل بليثورا، يعني بتعمل فيشل بليثورا، حمار في الوجه، بتعمل اوبيزيتي، تحديدا بتعمل مون فيس، بتعمل سنترال اوبيزيتي، بتعمل بافالو هامب على الباك. اوكي بتعمل بروكسيمال ماسل ويكنس، بتعمل هايبر جلايسيميا. اوكي وبتعمل ابدومينال ستري، هذول بنسميهم ابدومينال ستري. هذول الابدومينال ستري عشان نعتبرهم characteristic of Cushing's لازم يكون لونهم purple، لازم يكون حجمهم أكثر من 1 سنتيمتر. فpurple stray on the abdomen حجمهم أكثر من 1 سنتيمتر. This is a very characteristic sign of Cushing syndrome. Okay. فارتفاع الكورتيزول راح يؤدي على تغيرات على السكن، منها أنه المريض يكون في عنده purple abdominal stray، ممكن الفيميل يصير عندها hirsutism، يصير عندها acne. إذا كان secondary hypercortisolism يعني secondary يعني ACTH dependent، ارتفاع الـ ACTH ممكن يعمل hyperpigmentation، delayed wound healing بالإضافة لـ easy bruisability، برضو هاي sign of Cushing syndrome.
اوكي وفيشل بليثرا. المرضى بصير في عندهم ديبريشن، سليب ديستربنسز، بصير عندهم اوستيوبروسز من زياده الكورتيزول، بصير عندهم نفس اعراض الستيرويد سايد افكتس. الستيرويد سايد افكتس بيعمل اوستيوبروسز، ممكن يعمل باثولوجيكال فراكتشرز، بيعمل بروكسيمال مسل ويكنس، بيعملوا اي في ان اي فاسكولار نيكروسيس بالفيمورال هيد، بيعملوا ريزيستنس وهايبر انسولين ريزيستنس وهايبر جلايسيميا، بيعمل بافالو هامب في الباك مون فيس، بقلل الليبيدو بالفيميل والميل. اوكي كمان ممكن يعمل سكندري هايبرتنشن. هذول هم المين مانيفيستيشنز اوف كوشينج سيندروم. هسا اذا كان في مريض عنده كل هذول الاعراض لازم نعرف انه هل فعليا هل في عنده هايبر كورتيزوليزم ولا لا. اوكي فنبلش نعمل دياجنوستكس. اول شيء لما يجينا مريض عنده signs and symptoms of hypercortisolism لا اي شود كونفيرم انه هذا المريض عنده hypercortisolism. اوكي فشو برايكم، هل نعمل المريض كورتيزول الساعه 8 الصبح، ولا نعمل المريض ACTH test، ولا نعمل المريض random كورتيزول، ولا نعمل للمريض 24 hour cortisol ولا none of the above. okay اختاروا على الشات ايش بخطر على بالكم شو لازم المريض. طيب احمد وسعد شو رايكم، شو الشيء اللي بثبت لك ان المريض 24 اور؟ ممتاز احمد. سعد شو رايك؟ طيب عشان ندور على هايبر كورتيزوليزم راندوم. لا مش راندوم، لا الراندوم كورتيزول لا 24 اور يورين كورتيزول. ليش؟ لانه الكورتيزول at 8 a.m. بصير فيه fluctuation. الراندوم كورتيزول ما بيعطينا معلومة مفيدة. ACTH ما مش إثبات إنه في عندنا هايبر كورتيزوليزم. أوكي؟ ففي عندنا مجموعة فحوصات بنستخدمهم عشان نثبت إنه هل المريض عنده هايبر كورتيزوليزم ولا لا. في عندنا ثلاث فحوصات. أوكي؟ فأول إشي لازم أدور على evidence of high cortisol. اللي هم 24 hour urine cortisol زائد midnight salivary cortisol أو low dose dexamethasone suppression test. هذول الثلاث فحوصات هم الفحوصات الوحيدة اللي نقدر نستخدمهم عشان أعرف إنه المريض عنده هايبر كورتيزوليزم. أوكي؟ إذا طلع عنده هاي 24 hour urine cortisol، هاي midnight salivary cortisol، ولما أعطيناه low dose dexamethasone suppression test كان non-suppressible، يعني ما بصير له suppression by low dose dexamethasone، هذا الإشي بيعكس إنه المريض في عنده ارتفاع في الكورتيزول. أوكي؟ يعني إذا المريض كان في عنده 2 بوزيتيف من 3 بقدر أشخص إنه عنده كوشينج سيندروم. فبهاي الحالة diagnosis is كوشينج سيندروم. هسا next step إني أعرف هل هاي الكوشينج سيندروم هل هي primary ولا secondary، صح؟ إذا كانت primary معناته ارتفاع الكورتيزول رح يعمل suppression لل ACTH، وإذا كان secondary ارتفاع الكورتيزول أصلاً سببه ارتفاع ال ACTH. اوكي وبالتالي احسن فحص اعمله بعد ما اشخص الكوشينج سيندروم هو الاي سي تي اتش. اوكي اذا كان الاي سي تي اتش لو معناته هذا المريض عنده اي سي تي اتش اندبندنت، اي سي تي اتش اندبندنت كوشينج سيندروم. اذا كان الاي سي تي اتش هاي معناته هاي اي سي تي اتش ديبندنت كوشينج سيندروم. طيب هسا هاي الـ ACTH dependent إيش ممكن تكون؟ ممكن يكون سببها تيومر بتوتري أدينوما، وإذا ما كانت بتوتري أدينوما شو راح تكون سببها؟
شو في ديزيز اخذناه بالريسبيرتوري بيعمل اي سي تي اتش سكريشن؟ اللنج كانسر. اللنج كانسر فممكن يكون ايش؟ بارانيوبلاستيك سيندروم. طبعا في تيومرز كثير ممكن تفرز اي سي تي اتش غير اللنج كانسر، يعني ممكن مدلري ثايرويد كارسينوما او رينال سيل كارسينوما او كل الاشياء ممكن تعمل بارانيوبلاستيك سيندروم اي سي تي اتش سكريشن. اوكي، وبالتالي الكوشنج سيندروم، حتى نشخص كوشنج سيندروم لازم يكون في عندي 2 تيستس اوت اوف 3 يفرجوني انه هذا المريض عنده هايبر كورتيزوليزم. الثلاث فحوصاتهم ال 24 اور يورين كورتيزول، ميد نايت سيلفري كورتيزول، ولو دوز ديكساميثازون سبريشن تيست. اوكي، بعد ما اوصل لهي المرحله انا بقدر احلف انه هذا المريض عنده كوشنج سيندروم. طب ليش بعمل المريض اي سي تي اتش؟ عشان اعرف سبب الكوشينجز. اوكي، فالاي سي تي اتش بعمل عشان اعرف سبب الكوشينجز، مش عشان اشخص الكوشينج سيندروم. اوكي، في فحص اسمه هاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست. هذا الهاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست از نونسنس، يعني على الفاضي. ليش؟ لانه هذا الفحص السنسيتيفيتي تبعته 50%، يعني 50% بعطيك، يعني في احتماليه 50% انه يكون الفحص صحيح، في 50% انه الفحص يكون غلط. عشان هيك يعني ما في حدا بالدنيا بيعمل فحص 50-50 نسبة صحته يعني. اوكي، فعشان هيك الهاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست هو شيء بنحكى في الكتب بس وي دونت دو ات. بس دكتور، اللو دوز ديكساميثازون احنا شنو نشوف فيه يعني بالضبط؟ هسا اللو دوز ديكساميثازون سبريشن تيست بفرجيك انه هل المريض عنده هاي كورتيزول ولا لا. فانت بتعطي المريض جرعة قليلة جدا من الديكساميثازون، بعدين تحسب الكورتيزول. إذا كان المريض عن جد عنده هايبر كورتيزوليزم، لما تعطيه ديكساميثازون راح الكورتيزول يقل. إذا أعطيت المريض لو دوز ديكساميثازون والكورتيزول ما قل، معناته هذا المريض عنده هايبر كورتيزوليزم. أنت بتعطي المريض ديكساميثازون بعدين تفحص الكورتيزول ليفل. إذا الكورتيزول ليفل ما نزل، معناته هذا المريض عنده ارتفاع في الكورتيزول. لأنه واحدة من البرينسيبلز اوف اندوكرينولوجي إنه إذا كان المريض عنده elevation بهرمون معين، كيف بدك تتأكد انه هذا الارتفاع حقيقي؟ تحاول تعمل له سبريشن. اذا ما صار له سبريشن معناته هذا الارتفاع حقيقي. اوكي، هاي هي المعلومه اللي بعطينا اياها اللو دوز ديكساميثازون. فالجرعه بتكون قليله يعني 1 ملي جرام. عفوا دكتور، كان في عندي سؤال. اذا يعني اذا ما استخدمنا الهاي دوز ديكساميثازون نستخدم اللي هو السي ار اتش ستيميليشن تيست ولا السي ار اتش ستيميليشن تيست؟ احسن شيء انه اذا كان المريض عنده اي سي تي اتش ديبندنت ACH dependent لازم تعمل مريض بالتويتري MRI. إذا MRI بيّن فيها إنه في بتويتري أدينوما، معناته هاي سبب الكوشينجز. أوكي، إذا طلعت البتويتري MRI نيجاتيف تعمل المريض chest CT، chest to abdomen CT to look for ectopic ACTH production. أنا هسا كمان شوية هنحكي عن الهاي دوز ديكساميثازون، بس حبيت أحكي لكم إنه الهاي دوز ديكساميثازون يعني ما له داعي، يعني ما بنعمل بالكلينيكال براكتس. طيب، حكينا إذا كان في برايمري إليفيشن بالكورتيزول هذا الإشي راح يقلل الـ ACTH، ونقصان الـ ACTH راح يعمل بايلاترال أدرينال أتروفي، والمريض راح يكون في عنده manifestations of cortisol excess. By the way، المريض اللي ماشي على chronic steroids بصير عنده كوشينجز. إذا وقف الكورتيزول فجأة، الكورتيزونات فجأة، بصير عنده أدرينال إنسافيشنسي. سبب الأدرينال إنسافيشنسي إنه هذا المريض بصير عنده أتروفي بالأدرينال جلاند. أوكي، وبالتالي لما أنت تأخذ كورتيزول over a long time exogenous steroid الـ ACTH بقل. نقصان الـ ACTH يعني إنه الـ ACTH هو إيش اسمه أدرينوكورتيكوتروبيك هرمون، يعني هو هرمون مهم للـ growth of the adrenal gland. ففي حال نقصان الـ ACTH the growth of the adrenal gland بقل، وبالتالي بصير في عندنا adrenal atrophy. فالمريض لو يوقف الكورتيزونات فجأة بصير عنده adrenal insufficiency. okay، طبعا أكيد the exogenous steroid is more common than endogenous hypercortisolism، لأنه استخدام الستيرويدز أكيد more common than the adrenal adenomas أو the pituitary adenomas. okay، لأن the hypercortisolism ممكن يكون primary، يعني ناتج عن adrenal disease excess production of cortisol من adrenal gland، أو secondary ل ACTH production من pituitary adenoma أو ectopic secretion من paraneoplastic syndrome. إذا كان primary معناته ال ACTH راح يكون قليل، يعني ACTH independent Cushing's. أوكي، سببه ل production of cortisol من adrenal gland، هذا الإشي راح يعمل suppression على ACTH، وبالتالي راح يصير atrophy
of the contralateral adrenal gland. ليش حكينا contralateral؟ لأنه الأدرينال جلاند اللي بتطلع الكورتيزول هي أصلاً فيها أدينوما أو فيها كارسينوما أو فيها هايبربليزيا. وبالتالي أسباب البرايمري هايبركورتيزوليزم أدرينال أدينوما أو أدرينال كارسينوما أو ماكرونوجولار هايبربليزيا، يعني هايبربليزيا كبيرة. طيب بينما السكندري هايبركورتيزوليزم فإحنا بنحكي عن إما بتويتري ACTH production يعني كوشينجز ديزيز أو إكتوبيك ACTH production من بارانيوبلاستيك سيندروم. والتيومرز اللي بيعملوا بارانيوبلاستيك سيندروم هم السمول سيل لانج كانسر، رينال سيل كارسينوما، البنكرياتيك لانج كارسينويد تيومر، فيوكروموسايتوما، وميدلري ثايرويد كارسينوم. فتذكروا ثايرويد لانج كيدني والغدة اللي فوق الكيدني، يعني فيوكروموسايتوما، الفيوكروموسايتوما above the kidney. احفظوا هدول المانيفستيشنز، كثير مهمين، كثير كثير مهمين. أوكي، فأنا لما أشك إنه في مريض عنده suspected Cushing syndrome لازم أسأل حالي هل المريض باخذ ستيرويدز؟ إذا باخذ ستيرويدز معناته السبب Cushing syndrome. أوكي، exogenous Cushing السبب هو الستيرويدز. إذا لا لازم نعمل screening tests. screening tests ثلاثة اللي هم 24 hour urine cortisol, low dose dexamethasone suppression test, midnight salivary cortisol. أوكي أو midnight serum بس عادة تتليفر. إذا كان المريض جاب 2 من 3 من هذول الفحوصات معناته هذا المريض عنده Cushing syndrome، بروح بعمل ACTH. إذا كان ACTH low معناته هي ACTH independent Cushing syndrome، فهذا المريض لازم أعمل له CT أو MRI للأبدومين عشان أدور على adrenal adenoma carcinoma أو hyperplasia. بينما إذا كان ACTH normal أو elevated معناته هي ACTH dependent Cushing syndrome، فممكن تكون ناتج عن بتويتري أدينوما يعني كوشينجز ديزيز أو ناتج عن إكتوبيك ACTH production. أوكي؟ طيب إذا في فحص ما بنستخدمه بس لازم تعرفوه لأنه أحيانًا ممكن يجي بالامتحانات، خاصة إذا يعني خاصة بالأردن يعني بيجي الهاي دوز ديكسامتازون سوبريشن تيست ممكن يعني تقدم لك امتحان تلاقيه، بس إحنا عندنا دكاترة مستشفى الجامعة مستحيل يسألوكم عنه لأنه we don't do it، يعني امتحانات ما بسألوكم إياه. بس الهاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست فكرته انك انت بتعطي جرعه عاليه من الديكساميثازون. اوكي، اذا الهاي دوز ديكساميثازون اذا كان المريض عنده تيومر، اذا كان الهاي دوز ديكساميثازون راح تعمل سبريشن للاي سي تي اتش، صح؟ راح تعمل سبريشن للاي سي تي اتش في حاله انه كان الاي سي تي اتش بيطلع من البيتوتري، لان الديكساميثازون وين بيعمل نيجاتيف فيدباك؟ بيعمل نيجاتيف فيدباك على البيتوتري. فإذا كان المريض عنده بيتوتري أدينوما راح يصير سبريشن، لأن البيتوتري أدينوما الـ ACTH طالع من البيتوتري، يعني طالع من المكان الطبيعي. بينما بالإكتوبيك ACTH production الـ ACTH أصلاً طالع من مكان غريب، هذا المكان الغريب ما بصير عليه نيجاتيف فيدباك. أوكي، وبالتالي فكرة الـ High Dose Dexamethasone Suppression Test إنه أنا بعطي جرعة عالية من الديكساميثازون، إذا الـ ACTH نزل معناته مصدر الـ ACTH بيتوتري، إذا الـ ACTH ما نزل معناته مصدر الـ ACTH مش من البيتوتري، من إكتوبيك سورس. اوكي طيب فاهمين هاي الفكره يا شباب والعجقه؟ لا فاهمين يا دكتور، بس الدكساميثازون يعني نستخدمه مرتين على اساس نعرف اذا كان يعني ترو اليفيشن بالكورتيزون او اذا اي سي تي اتش ديبندنت او لا، صح؟ انت بتعطي اللو دوز ديكساميثازون عشان تعمل سبريشن للكورتيزول مش سبريشن للاي سي تي اتش بالبدايه. ففكره اللو دوز ديكساميثازون انه لو المريض عنده ارتفاع صغير في الكورتيزول، وهذا الهايبر كورتيزول يعني ارتفاع الكورتيزول مش حقيقي، لما تعطيه لو دوز ديكساميثازون اول ما يشم ريحه الديكساميثازون بصير له سبريشن. اوكي، بينما اذا كان عن جد عنده هايبر كورتيزوليزم حتى اللو دوز ديكساميثازون يعني لو دوز ديكساميثازون ما راح تعمل سبريشن. اوكي، فكره الهاي دوز ديكساميثازون انك تعمل سبريشن على البيتوتري مش على الادرينال. اوكي، فهي تستخدم للتشخيص وهي تستخدم لمعرفه السبب، واذا بدك تشطب الهاي دوز ديكساميثازون من حياتك اشطبها. طيب طيب دكتور، بس على الرسمه يعني وين نقدر نشوف الكاشينج ديزيز بين الشغلات الموجوده؟ نحن شفنا كل شيء تقريبا بتويتر ادينوما، هو نفس الكوشينجز ديزيز هو البتويتر ادينوما. اوكي تمام، فبنشوفها بالبتويتر ام ار اي او بنعمل المريض سي تي سكان لوكينج فور مالجنسي. اوكي
فأول شيء we screen for hypercortisolism ونعمل 24 hour urine cortisol. هذا الكثير مهمين. آه يعني بتعرفوا شو هذا السؤال دائما بيجي بالامتحان، بيجيب لك مثلا حالة كوشينجز، أنت خلاص تكون عارف من الكلينيكال فيتشرز إنه هاي كوشينجز، بعدين بيحكي لك إنه ال 24 hour urine cortisol عالي، بعدين بيحكي لك شو الموست appropriate next step، بحط لك أول شيء ACTH، بعدين بحط لك مثلا midnight salivary cortisol أو low dose dexamethasone suppression test. الجواب راح يكون إيش؟ low dose dexamethasone suppression test مش ACTH. بينما لو حكى لك إنه عمل 24 hour urine cortisol وكان عالي، وعملنا low dose dexamethasone suppression test وطلع عالي الكورتيزول، معناته صار عندك فحصين بفرجوك إنه الكورتيزول عالي، فإذا أنت هيك شخصت كوشينج سيندروم، فنكست ستيب بتصير ACTH. أوكي؟ عشان هيك الـ sequence of events كثير مهم، لأنه هدول دائما بيجوا بامتحان فاين. يعني إذا كان المريض عامل فحصين الجواب بيكون ACTH، إذا المريض عامل فحص واحد الجواب إنك تعمله كمان فحص تثبت إنه عنده هاي كورتيزول. أوكي؟ طيب، فإذا ممكن نعمل كمان low dose dexamethasone suppression test، تعطي المريض 1 ميلي جرام ديكساميثازون، وبعدين بتقيس له الكورتيزول الصبح، تمام؟ بتعطيه بالليل 1 ميلي جرام ديكساميثازون وبتقيس له الكورتيزول الصبح، اذا الكورتيزول كان اكثر من 50 this is a sign انه ما صار له سبريشن، معناته المريض عنده زياده في افراز الكورتيزول، او ميد نايت سيلفري كورتيزول او ميد نايت سيروم كورتيزول، والفاليوز ما تحفظهم. طيب، فاذا اي مريض عنده any one of the above findings should be evaluated to identify a possible cause of hypercortisolism. هاي الجملة معطوفة على الصورة. Okay. يعني أي مريض عنده هدول الفيتشرز لازم نعمل له هدول الفحوصات. عشان أشخص hypercortisolism لازم يكون at least two of the above mentioned screening findings are present. يعني 2 من 3 أو 2 من 4. يعني midnight salivary cortisol أو serum cortisol دول اعتبرهم انت فحص واحد. Okay. بعدين نعمل المريض serum ACTH. هاي كثير بيجي هذا السؤال، بيجيب لك حالة كوشينجز، مشخصة كوشينجز سيندروم، وشو الموست ابروبريت نيكست ستيب؟ الجواب ACTH. إذا الـ ACTH نازل معناته هاي برايمري، إذا الـ ACTH عالي معناته هاي سكندري. أوكي، إذا كان سكندري نعمل هاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست، السنسيتيفيتي تبعته 50%. إذا صار سبريشن معناته هاي بيتوتري، إذا ما صار سبريشن معناته مش بيتوتري، يعني اكتب. أوكي، فإذا بالبرايمري هايبركورتيزوليزم الكورتيزول راح يكون طالع من وين؟ راح يكون طالع من الأدرينال، معناته الACTH راح يكون نازل، صح؟ الشخص الطبيعي لما تعمل له لو دوز ديكساميثازون سبريشن تيست الكورتيزول مفروض ينزل. أوكي، يعني الشخص الطبيعي أول ما يشم ريحة الديكساميثازون الكورتيزول بنزل. أوكي، إلا إذا كان المريض عنده ارتفاع في الكورتيزول ما بنزل من اللو دوز ديكساميثازون. أوكي، فالشخص الطبيعي المفروض الكورتيزول ينزل باللو دوز ديكساميثازون وينزل بالهاي دوز ديكساميثازون. البرايمري هايبركورتيزوليزم ما بنزل، والكوشينجز كمان ما بنزل، والاكتوبيك اس تي اتش برضه ما بنزل، معناته اذا الكورتيزول ما نزل من اللو دوز ديكساميثازون هاي ساين ان المريض عنده هايبر كورتيزوليزم. اوكي، طيب هسه الهاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست بيميز لنا ما بين الكوشينجز ديزيز والاكتوبيك اس تي اتش. الهاي دوز بعمل سبريشن للكوشينجز بس ما بعمل سبريشن للاكتوبيك اي سي تي اتش. بعد ما نشخص احنا حسب اس تي اتش ديبندنت ولا اندبندنت لازم نعمل ايمجينج، وهذا بياكد المعلومه اللي كنا نحكيها قبل شوي انه بالاندوكراين نعمل ايمجينج بعد التشخيص مش قبل التشخيص. اوكي، فبالتالي الايمجينج هو بس لوكاليزيشن للتيومرز او يعني عشان نعرف سبب السندروم. اوكي، إذا شاكين ببرايمري لازم نعمل سي تي ام ار اي ابدومن، إذا شاكين بكوشينجز ديزيز لازم نعمل سي تي ام ار اي اوف ذا برين، إذا كنا شاكين باكتوبيك اي سي تي اتش برودكشن لازم نعمل تشست سي تي او اكس راي، ابدومينال فيك سي تي، وثايرويد الترا ساوند. ثايرويد الترا ساوند عشان الميدلري ثايرويد كانسر ممكن يعمل كوشينج سيندروم. اوكي، از بالنسبه للتريتمنت التريتمنت اوف كوشينج سيندروم فبتعتمد هل هي اكزوجينس ولا اندوجينس. اذا كانت اكزوجينس فالحل انك تقلل دوز الستيرويدز. اوكي، او ممكن توقف الستيرويدز كلهم تستخدم اذر اميونو سبريسنتس زي الازاثيوبرين. اذا كان اندوجينس كوشينج سيندروم فلازم تفكر انه هل هذا المريض بيحتاج سيرجري ولا ما بيحتاج سيرجري. مين المرضى اللي بنعملهم سيرجري؟ المريض عنده بتويتري ادينوما وعامل كوشينجز
نعمل له ترانسسفينويدال سيرجري. إذا كان المريض عنده ACTH secreting tumor, you should treat the tumor. أوكي, يعني ما لهاش دخل الكوشينجز, أنت you treat the cause. إذا كان المريض عنده adrenocortical tumor, لازم تعمل إيش؟ adrenalectomy. أوكي, laparoscopic or open, يعني you remove the adrenal gland. إذا كان المريض inoperable, يعني ما بتقدر تعمل له عملية, زي مثلا adrenal carcinoma ما بنعمل لها عملية لأنها irresectable, أو مريض عنده advanced small cell carcinoma of the lung, فالمريض عنده stage 4 مثلا, مش راح تعمل له lobectomy. أوكي, بتعطي أدوية to suppress the cortisol synthesis, هتقول أدوية ما تحفظوهم, أشهرهم الكيتوكونازول, الميتوتين والميتيروبون, بس ما تحفظوهم, مش هدول ما راح تسألهم. أوكي, طيب هسا أي مريض أنت بتعمل له surgery adrenalectomy, لازم تكون عارف إنه هذا المريض راح يبطل يفرز steroids, فلازم تعطيه هيدروكورتيزون for replacement. أوكي, دائما الكورتيزون اللي بنستخدمه for replacement هو الهيدروكورتيزون. بس المريض زي ما هو راح يبطل يفرز كورتيزول, راح يبطل يفرز الدوستيرون. أوكي, شو كنت أحكي لكم؟ لا مش هيك قصدي, لا كان قصدي عن الهاي. أكيد يعني أنت أي مريض عنده أدرينال إنسفيشنسي لازم تعطيه كورتيزون, تعطيه فلودروكورتيزون. بس المريض اللي عنده كوشينج سيندروم, إذا كان عنده أدرينال أدينوما, ممكن يصير عنده زيادة بالألدوستيرون. أوكي, فزيادة الألدوستيرون هاي بتقدر تعالجها بالألدوستيرون أنتاغونست زي السبيرونولاكتون. السبيرونولاكتون بقلل أعراض الألدوستيرون إكسس اللي ممكن تصاحب الكوشينج سيندروم. هذا اللي بيعمل غانيكوماستيا كأنه؟ يس, السبيرونولاكتون بيعمل غانيكوماستيا. في دواء تاني اسمه إبليرينون ما بيعمل غانيكوماستيا. اوكي, بس سبيرونولاكتون هو اي شيء هارت, اي شيء كارديولوجي تقدر تستخدم الابليرينون بدل السبيرونولاكتون. اي شيء ريليتد للالدوستيرون اتسلف الاحسن تستخدم السبيرونولاكتون, لانه هو يعني مور باورفول على الكيدني فانكشن. اوكي,